بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأربعاء الماضي كنت في قاح لتسجيل حلقة من برنامج لنعيدها سيرتها الأولى. بعد عودتي حوالي الساعة 8 وصولي إلى البيت، تم استهدافي مباشرة من فصيل مقاتل. للأسف الشديد الاقتتال كان منذ أيام قبل الأربعاء، يعني وأنا في البيت، ويعلمون جميعا أن هذا البيت هو بيت مدني أسكنه أنا وزوجتي وأطفالي، ومع ذلك تم استهدافي بشكل مباشر. طبعا في البداية استهدفوا السيارة، وكنت أنا وزوجتي في السيارة. عندما نزلنا استهدفوا السيارة في البداية، ومن ثم استهدفوا البيت وبكثافة نيران كبيرة. وطبعا الاستهداف كان بهدف القتل ليس في الهواء. طبعا نحن جلسنا في البيت، وبدأت بإرسال تسجيلات صوتية لإنقاذنا من هذا الموقف الصعب جدا. مشكورين الأخوة الذين وقفوا بجانبي وتواصلوا لإيقاف هذا الاستهداف. الحمد لله، يعني استطاعوا الأخوة، وأيضا ابني ذهب إلى كلا الطرفين وطلب منهم الإيقاف ولو لخمس دقائق حتى نخرج من البيت. طبعا أنا معروف في المنطقة، ومن أربع سنوات أنا في البيت، ومعروف أن هذا البيت بيت مدني. الآن أنتم ترون أن هذا البيت منذ أربع سنوات بيتي ويسكن مدني. خلال أكثر من نصف ساعة من الاستهداف وأطلاق الرصاص لم يقابلوا بطلقة واحدة، لا في البداية ولا في النهاية. فالاستهداف إذن ما هو السبب؟ وأنا أتساءل الآن، هل هؤلاء يتلقون الأوامر بأن يقتلوا كل من يتحرك، أو كل من لديه سيارة مثلا سانتا في؟ هل الأوامر أن يستهدفوا شخص رئيس الحكومة الأسبق مثلا وهو وعائلته؟ هل هذا هو المنهج الذي تربوا عليه؟ لن أتكلم عن الاقتتال، وهو مؤسف جدا في هذه المرحلة أن يتم هناك اقتتال بين الفصائل. لكن الآن بالنسبة لما حصل معي، أنا أتساءل الآن بعد هذا الاستهداف، ما هو الهدف كان من الاستهداف؟ ولم يجابه بأي طلقة، بل أنا مدني ومعي زوجتي وأولادي. السؤال الأهم الآن، أنا لو دفعت عن نفسي وأخرجت بندقية وأطلقت وقتلت شخص، ما هو موقفي أمام الله عز وجل وأمام هؤلاء الذين انتموا إلى هذا الفصيل للجهاد في سبيل الله، أمام أهلهم الذين يعرفونني وأعرفهم؟ كيف سيكون الموقف؟ فهذا المنهج سبحان الله، كيف ينقلب الإنسان من خط جهادي إلى أن يقتل أخاه المسلم الذي يقف بجانبه لقتال هذا النظام الفاسد؟ لابد من مراجعة فكرية، وخاصة لأمراء هؤلاء، كيف يفكرون، وكيف يقنعون هؤلاء بأنه في أي اقتتال اقتل كل من يقابلك، اقتل من يطلق عليك ومن لا يطلق. للأسف الشديد هذا ما يحدث. فأنا أوجه رسالة لهؤلاء القادة أو الأمراء في هذه الفصائل، أن يراجعوا أنفسهم ويراجعوا ما يعلمون به هؤلاء الشباب الصغار. الكل يعلم ما وصلت إليه الساحة والأزمة التي نعيشها الآن في هذه البقعة الأخيرة، وما يحاك لنا، وخاصة في جبل الزاوية، وأيضا من قبل روسيا والنظام وإيران.
وأي اقتتال الآن للأسف الشديد هو تدمير لهذه الساحة وتدمير أيضا لهذا الشعب. أكثر من 3 ملايين ينتظرون من هؤلاء أن يدافعوا عنهم وأن يقدموا لهم الأمان والأمن، لا أن يقتلوا بخطأ، ولا أن يضعف هؤلاء الثوار أو هؤلاء المجاهدين ويخسروا أسلحتهم ويخسروا أنفسهم في اقتتال الحقيقة أنا لا أرى داعي له. يعني عندما مثلا يلقى القبض على شخص مهما كان، هل هذا يستدعي أن نرفع السلاح في وجه البعض، في وجه بعضنا البعض لقتل المجاهدين لتدمير الساحة؟ ألم يعتقل، ألم يسجن أحمد بن حنبل لأكثر من 2 سنين وهو كان إمام أهل الدنيا في زمانه؟ ألم يسجن ابن تيمية لأكثر من 17 عاما متفرقين ويموت في السجن ولم نجعل أحد دعا إلى اقتتال؟ فأنا أستغرب أننا فصائل مجاهدة ومن ثم لأبسط الأمور نحمل السلاح على بعضنا البعض ونقتل أنفسنا. ليس هذا، بل نقتل حتى المدنيين الذين ينتظرون أن يكون هذا المجاهد هو حاملهم، وإذ هم يقتلون برصاص هذا العنصر. طبعا سقط قتلى من المدنيين، رجل على دراجة نارية مدني قتل، وأنا مع عائلتي لولا تدخل بعض الأخوة جزاهم الله خيرا لقتلت مع عائلتي. عناصر وصلوا إلى البيت، كانوا يريدون أن يقتحموا البيت 20 متر 20 متر عن البيت وأطلاق الرصاص، وكانوا يريدون الاقتحام لو قتلت أو لو دفعت عن نفسي وقتلت أحدهم. فما هو الحكم الشرعي الآن بالنسبة لي وبالنسبة لهذا العنصر الذي يقتلني جهادا في سبيل الله؟ وأنا أسأل من علمه هذا الجهاد، ما هو الحكم الشرعي لهذا العنصر ولي إذا دفعت عن نفسي وقتلت هذا العنصر؟ والله نصائحي يا أخوي، الآن نحن في وضع صعب جدا. ساحات القتال ضد هؤلاء المحتل من إيران وروسيا والميليشيات نظام الفساد والنظام الكيماوي ونظام الإجرام مفتوحة وموجودة. من أراد أن يقاتل فهاكم الساحة وهاكم المحاور جاهزة لأن تدافعوا عن أرضكم وعرضكم. أما أن يقتسم كل فصيل بعض القرى لتكون إمارة له أو تكون ملجأ له، فنحن لم نتعب ونؤسس مثلا الحكومة لأن نقتسم هذه القرى والمدن ونعود إلى الفوضى ونعود إلى الاقتتال فيما بيننا، وهناك من يحمل مسؤولية إدارة هذه المنطقة. أنا لن أتكلم الآن عن أخطاء الحكومة أو إيجابياتها، لابد من أخطاء، وهي تحاول أن تدير هذه المنطقة بما تستطيع وتنجح في ملفات كثيرة. فلنترك هذه الجهة أن تعمل في إدارة هذه المنطقة، أن نجعل سلاحنا موجه إلى النظام، نظام الإجرام ونظام الروسي والإيراني، الكل تآمر علينا، فهل نساعده أيضا في اقتتالنا مع بعض؟ هذا أمر. الأمر الآخر، نحن في الثورة السورية خرجنا ثورة شعبية، خرج الشعب السوري ليسقط هذا النظام الفاسد بكل ما أتي من قوة. في البداية خرجنا سلميا ثم حملنا السلاح لندافع عن أرضنا وعرضنا، ثورة شعبية، لا نريد أن يكون لها تسميات أخرى ولا إيديولوجيات أخرى. نحن جميعا نجاهد في سبيل الله، والتسميات للأسف الشديد لن تغني عن الأفعال شيئا. يعني مثلا لو
قلنا حزب الله المجرم الذي يقتل أهل السنة والجماعة، وقال الله عز وجل ألا إن حزب الله هم الغالبون، فهل التسمية أغنته عن هذا الإجرام؟ فلنا يعني سبحان الله نختار تسميات ومن ثم الأفعال تكون غير ذلك. نحن نريد أن تعود الثورة ثورة شعبية لكل الشعب السوري، ومن يريد أن يناصر هذا الشعب فليأتي وليجاهد في سبيل الله بمرجعية كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول أنني عندما أقف بين يدي الله لن يسألني هل أنت منتسب لتنظيم القاعدة أم منتسب لهيئة تحرير الشام أم منتسب للفيلق حتى يعتبرني مجاهدا أم لا. سيقول لي فقط هل أنت جاهدت في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أم لا. فالجهاد أوسع من أي تنظيم آخر، مرجعيتنا هو كتاب الله وسنة نبيه، وليست مرجعيتنا تنظيم أو فصيل أو أي شخص. فنحن يعني نحتكم إلى الله عز وجل وإلى شرع الله عز وجل. الجهاد له قوانينه وله أدبياته، علمنا إياها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، حتى في قتالنا مع المشركين والكافرين أن نجنب النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين. ونحن للأسف الشديد نرفع راية الجهاد في سبيل الله ونقتل المدني ونقتل المرأة ونقتل رجل الدين ونقتل أي شخص لا ينتمي لنا أو لا يناسبنا تناسبنا أفكاره أو ليس على منهجنا. فيجب أن نراجع أنفسنا بهذا المنهج وهذا التصرف لنعود إلى مشروع الجهاد في سبيل الله، مشروع نظيف. حتى لو قتلنا فالمشروع أكبر منا، حتى لو ألغينا هذا الفصيل، حتى لو اندمجنا، حتى لو تركنا قتالنا، لكن نحافظ على مشروع الجهاد في سبيل الله نظيفا. يعني لا نقدم مصلحة الفصيل ولا مصلحة التنظيم على مصلحة هذا المشروع الإسلامي وهذه الكلمة الرائعة التي فيها حفظ النفس وحفظ المال وحفظ شوكة المسلمين، وهي الجهاد في سبيل الله نظيفا كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنهاية نرجو من الله عز وجل أن يفرج عن أهل السنة ويفرج عن المسلمين في هذه المنطقة وفي كل منطقة، وينصرنا على من عادانا وينصرنا على هذا المجرم الذي قتل ودمر ومن عاونه من الروس والإيرانيين، وأن يحرر أسرانا قريبا عاجلا غير آجل. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.